اشاعات على حسابي اعملها في المستشفيات، اشاعات على حسابي على حسابي. السيد عبد العظيم عبد الهادي الفوده، سني 64، شركه تيبيكو المقاولات. وجيت في سنه 2009 اتخصخصت، رحت طالع، كانوا بيخصخصت خصخصت من زمان، بس فضلت قاعد لما اوصل للسن القانوني عشان ابقى تابع اللائحه اللي هم قدمها اللي هم عملوها للخصخصه عشان استفاد من الايه من الموجود في اللائحه. ففضلت قاعد لما سني وصل 53 سنه، طلعت سنه 2009 عشان اخد اللائحه، والحمد لله طلعت على 750. فضلت لما اللهم صل على النبي بيت 4000 وشويه لحد النهارده. فجيت بقى بعد السنتين دول، سنتين عدوا 2009 2010 بعد الثوره، بصيت لقيت نفسي تعبت لوحدي كده مش قادر انزل، واللي حصل بقى عندي بالطريقه دي. فروحت بكشف، رحت اكشف بقى في الايه في التامين، عملوا لجنه وبتاع، ودخلت اللجنه، راح قالوا انت عايز عمليه، عمليه يا جماعه؟ قال له عمليه قسطره ودعامه، عملتها. عملت إشاعة ودخلت اللجنة، قال له عايز قسطرة ودعامة، عملت القسطرة ودعامة في مستشفى سيدناوي. بعد ما عملتها بشهرين بقول لهم يا جماعة أنا مش قادر أمشي، رحت لهم بعدها بشهرين وخدت علاج بطاقة وبيت، بصيت لقيتهم قالوا لي إيه؟ اعرض نفسك على دكتور صدر. فدخلت الدكتور بقول له يا دكتور حصل كذا كذا كذا، وأمي عملت العملية ومش قادر. قال لي تعمل عمليه تاني. ليه يا دكتور؟ قال لي هو كده تعمل عمليه تاني، انت تعبان. قلت له انت مش عملت عمليه؟ قلت له قال لي العمليه اللي انت عملتها هتعمل واحده بس تغيير بقى ايه عن اللي انت عملته تاني. عملت ايه؟ قال له دعامه وتوسيع شرايين عشان تقدر تاخد نفسك كويس. عملت العمليه وهي هي برضه فين، بس ما رضيتش اعملها بقى في مستشفى سيدناوي. رحت لمصر الجديده، رحت ربنا وعدني بدكتور اسمه الدكتور محسن، بقول له يا دكتور ان حصل كذا 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 وعملت العمليه كذا كذا ولسه تعبان. فرحت تاني بقول لهم بكشف عشان اخد علاج، قالوا لي انت تعمل عمليه تاني، فمش عايز اعملها في سيدناوي، عايز اعملها عندكم هنا في القلب، معهد القلب، لان معهد القلب سمعت ان في دكاتره كويسه. راح بصراحه راح قاعد على الكمبيوتر تك 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 تك، وراح مطلع لي القرار اللي هو زي ده، وراح مدينا على معهد القلب وقال لي خد. رحت سلمت في معهد القلب، راحوا محددين لي ميعاد، ورحت عامل العمليه. بعد ما عملتها برضه لقيت نفسي بعد الثوره على طول، بعد سنتين من 2009 اللي انا طلعت فيه، من بعد سنتين وعملت العمليه. تاريخ العمليه على طول هو اللي بعد منها على طول. بعديها سنتين على طول حالتي ما تحسنتش. وبصيت لقيت نفسي بقى ايه في تغييرات في الجسم، ابص التاقي بقي اسناني تقع وبص التاقي اللسه يتعوج، الله في ايه، وعينيها بص التاقي بالطريقه اللي انت شايفها دي، احط قطره واجيب مضاد حيوي ومفيش تغيير. ادي اللي حصل. من بعد سكت، من بعد العمل عمليه الاناوي الثانيه، فانا جينا ستك لقينا بيت خدته احنا التامين الصحي، قال لك ما شوف بقى دكتور الصدر، طب انتوا عملتوا له عمليه ليه؟ قال لك احنا عملنا له عمليه، ما هو مش محتاج عمليه. طب مش محتاج عمليه ليه؟ طب انتوا عملتوا له عمليه، طب هو التشخيص ايه؟
ما غير طبعا ما خدنا التقرير تاني طبعا مكتوب فيه اسطاش تشخيصيه على الشرايين التاجيه مع تركيب مع احتمال تركيب دعامات عاديه او دوائيه لازم الامر ومفاد تامين صحي بما تم عمله من كسور الفشل كسور في القلب وفشل وهبوط. خدناه وياخد علاج شويه دول علاج بليفكس مش عارف ايه كام نوع كده بقى ياخدهم وعلى كده جستك رحت من كام واجيب له علاج شال من عنه البليفكس. طب البليفكس دوت هو المفروض ان هو ياخده عشان طبعا يبقى يعني حالته الصحه تبقى ماشي مفيش. قال لك روح اعمل في مستشفى ناصر الفيتامين الصحي في شارع رمسيس عشان تخش تعمل له لجنه طبيه وياخد على سبب البليفكس دوت. انت البليفكس ده بيجي تبع لجنه تبع التامين الصحي فمش عارف اتصرف ازاي. كل ما بيتعب باخده بوديه اي مستشفى بيش على سايق الجامعي بيعملوا. خد منه جه دكتور من كام يوم تعب بالليل مني خدته عشان يحلل له ياخد منه عين الدم يشوف الدم فيه ايه ويشتتك يشوف. ما عرفتش تعب منه ما عرفتش جبته وجيت بالليل. جينا عم جينا من هناك جينا الفجر انا عايزين جينا دخلت البيت الصبح. والدك كده بقاله كام سنه تعبان ليه؟ واستك كده بقاله دخل في 5 سنين اهوت. نفسي ان انا امشي وابص بتاع نفسي اطلع السلم بدون اجان وبدون تعب واقدر ان انا مثلا اعمل حاجه اعمل كده بتاع مش عارف ايه يعني احس ان انا يعني في راحه امشي لان انا ما معودتش نفسي ان انا اقعد خدت على الشقه ولما يعني بقعد بدا دمي بيقف. خدت ان انا اخرج يعني ما عنديش حاجه اخرج اتمشى كده واجي بجري دم رجلي عشان ما اقفش عشان ما ابص شلتها نفسي. والسن الكبير ده عايز مش عايز النوم على طول. السيد قيس الجمهوريه الاب الحنون لكل المصريين جابر الخواطر السيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه وبنشد سيادته ان هو تدخل لانقاذ حاله صحه والدي. ارجوك يا فخامه المعالي السيد المشير عبد الفتاح السيسي احنا المصريين احنا وانا هنزل انتخب سيادتك تاني. انا عايز سيادتك تدخل من سيادتك ان انت سيادتك تراعي والدي صحيا بس وتراعي ان هو يتنقل سيادتك مستشفى المعاد العسكري او سيادتك حسب المتاح لسيادتك او يعني شوف سيادتك اي مستشفى كويسه ان هو يحاولوا سيادتك تعملوا الاسعافات الاوليه اللازمه سياده المشير. يا فندم ربنا ربي يجازي حضرتك كل خير ويجعلك في ميزان حسناتك معاليك يا فندم. احنا مش عاوزين اي حاجه اكتر من كده يا سياده المشير. والدي بس سيادتك يتم مراعاته صحيا بس ورعايه طبيه يا فندم. انا مش عارف اتصرف فيه ازاي. انا فندم سيادتك لما بيتعب ما بعرفش اتصرف فيه. سيادتك انا حالته الصحيه تدهورت خالص مش عارفين سيادتك اتصرف معاه ازاي. القلب سيادتك مأثر على الصدر وسيادتك مش عارف يعني امشي ازاي بيه ولا اروح فين واجي منين يا فندم والله.